فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما قضيتنا اليوم هي ما سمعتموه بالأمس وانشغل الناس به حتى هذه الساعة، وهي الأحكام التي صدرت بالأمس على بعض المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين وإفساد الفساد المالي غير ذلك. أنا سمعت هذه المحاكمة، لكن لي تفكير آخر غير تفكير الناس اللي هم عملوا هذه المظاهرات. ليه؟ القاضي الذي حكم وكل القضاة الموجودين حكموا بناء على قوانين موجودة في مصر من حوالي 70-80 سنة، ويمكن قربت تكمل 100 سنة. هذه القوانين أساسا مستوردة، فهو لما يحكم يحكم منين؟ من خلال هذه القوانين. إذن القاضي معذور كونه هو حكم بما لديه من قوانين، هذه القوانين هي التي توجد أمامه وهو الذي ينظر فيها ويحكم. فإحنا كان المفروض أن احنا نغير هذه، نطلب تغيير هذه القوانين. أنا أتذكر في بداية القضية دي كان في السبعينات من القرن الماضي، القرن اللي قبل الماضي، اللي هو في أيام حكم إسماعيل باشا، كانت مصر تحكم، إلى جانب مصر تحكم السودان، كان السودان تحت ولاية مصر، وحصلت حروب بين الجيش المصري وبين أثيوبيا اللي هي الحبشة، معارك شرسة استمرت، وانهزم الجيش المصري في تلك الحروب. فإسماعيل باشا نصحوه الناس أن يذهب إلى الأزهر ويختار، يخطر العلماء، يخطر العلماء كبار العلماء عشان يقرأوا في صحيح الإمام البخاري حتى تنقلب الهزام إلى إيه؟ إلى نصر. فأتى إلى العلماء وقال لهم أنا عاوز تجمعوا وتقرأوا في إيه؟ صحيح البخاري، وإن شاء الله تنقلب الهزام إلى إيه؟ إلى نصر. العلماء جابوا صحيح البخاري ووزعوه فيما بينهم وصلوا إيه؟ يقرؤونه يوم واثنين وثلاثة، لكن الهزائم توالت، الهزائم على الجيش المصري توالت. جه إسماعيل داش قال والله أنا متعجب، هذا هو الإمام البخاري وأنتم العلماء، يا ترى هل أنتم فعلا علماء الأزهر الذين، وهل هذا هو صحيح الإمام البخاري فعلا؟ إذن كيف تستمر الهزائم إذا كان أنت العلماء وده صحيح الإمام البخاري؟ لماذا لم ننتصر؟ فقام له أحد العلماء وقال يا إسماعيل أنت السبب في هذا، أنت السبب في هذا. ليه؟ قالوا أنت استوردت القوانين من فرنسا، القانون التجاري، القانون الجنائي، القانون، كل 6 قوانين أساسية في البلد ما عدا الأحوال الشخصية استوردتها، والناس الآن يحكمون بقانون أجنبي، بقانون فرنسي، وليس قانونا إسلاميا. طيب قالوا والله كان المحاكم المختلطة، احنا كنا جماعة الغرب لهم ديون علينا وعملوا محاكم مختلطة بيننا وبينهم. طيب وليه هذا القوانين تعدى من المحاكم المختلطة إلى المحاكم الأهلية؟ يعني لو أنت حصرت هذا القانون في المحاكم المختلطة
اللي فيها مشكلة بين مصري وبين أجنبي، طيب إيه اللي دخل هذه القوانين في المحاكم الأهلية؟ إذن أنت السبب في هذه الهزائم. فقال ماذا نعمل؟ ماذا نعمل؟ انفتحنا إلى الغرب وانفتحنا الحضارة الغربية ويعني عاوزين نتطور، لكن ماذا نعمل؟ قال إذن أنت لا تلوم الإمام البخاري ولا تلوم الإيه؟ العلماء. فإذن يعني ما حدث أمس وغيره وغيره وقبله كثير، لا ينبغي لنا أن نلوم القضاة. القضاة عندهم قوانين موجودة وهو ما يقدرش يخرج عن القانون الموجود قدامه، لو خرج عن القانون قدامه يرفع للنقد، يطعن في القفل الحكم بالنقد. إذن احنا غضبنا ينبغي أن يصب على إيه؟ يصب على القوانين وليس على الإيه؟ القضاة. لا بد من تغيير هذه القوانين وإعادة القوانين الإسلامية التي كانت تحكم مصر منذ فتح الإسلامي 13 قرنا. مصر تحكم بالشريعة الإسلامية منذ إيه؟ فتح الإسلامي، يعني منذ 13 قرنا من الزمن ما عدا القرن الأخير اللي استورد الحكام هذه القوانين من الغرب أو من فرنسا بالذات. هذا هو الذي ينبغي أن نهتم به كلنا، نريد تغيير القوانين وإعادة الشريعة الإسلامية للإيه؟ للحكم في هذه الإيه؟ البلاد.